هذه الشابة هي عايدة الحاج علي، سياسية سويدية مسلمة شغلت منصب وزيرة التعليم في السويد. عايدة من مواليد عام 1987 في البوسنة، نزحت مع عائلتها في التسعينيات إبان حرب البوسنة، وكان عمرها 4 سنوات عندما وصلت السويد. حصلت على إجازة بالمحاماة من جامعة لوند. انضمت للحزب الديمقراطي الاشتراكي وكانت ناشطة سياسية واجتماعية معروفة، تدرجت بالمراتب وشغلت منصب نائب رئيس بلدية، ثم تم اختيارها في العام 2014 لتكون وزيرة التعليم. وكانت من أصغر الوزراء عمراً، حققت نجاحات في منصبها لكنها قضت على مستقبلها السياسي حينما ضبطتها الشرطة تقود سيارتها تحت تأثير الكحول، وكانت نسبة الكحول في دمها ليست مرتفعة ولكن اعتبرتها الشرطة مخالفة للقانون وقاموا بسحب رخصة قيادتها. اضطرت عايدة لتقديم استقالتها والاعتذار للمواطنين. شاركنا كيف يمكن للشخص أن يحافظ على نجاحه في الحياة؟